بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. أحد أجدادنا قال لي قبل 80 سنة رايح للحج من العراق، لبنان، فلسطين، سوريا، مصر، مكة، وراجع. لأن رايح الأماكن أيضا لزيارة المكانات المقدسة، زينب في الشام، رأس الحسين في مصر، فلسطين رايح من جهة أنه من جهة البحر، لبنان كذا. نقل لي قصة طويلة. أنا سألت أنه هل سألوا عنك جواز، فيزا، إقامة، دخول، خروج، تمر؟ قال كل هالأشياء ما كانت. هاي الحرية موجودة الآن. سألت أنه جمرك أخذوا منكم؟ قال جمرك ما كان أصلا. جمرك ذاك اليوم كان مثل الزنا، إذا واحد يزني شلون الناس تعجبون؟ قال زناه جمرك مشكلة. قال شنو؟ قال بس السعوديين أخذوا من عندنا فرد كمية فلوس قلائل، بس بخاوة ما أشبه، بأي مناسبة ما أخذين هم حرام قطعا، لأن قلنا لا رائدة في الإسلام. أنا على الآن إنسان صار شيء عادي عندنا يا أخي. إنسان وقت اللي أول ما يدخن، ما أدري يا شاب منكم يدخن، أول ما يدخن كل الجسم ما يقبل الدخان، يقوح وأحيانا يمرض ويدوخ راسه. دخن ثاني، ثالث، رابع، خامس، صار معتاد. احنا صرنا هالشكل الواقع. احنا صرنا انه اكدنا اقامة، جنسية، فيزا، هذا اجنبي، هذا حدود هالبلد، لتروح منها، لتجيب هالبضاعة، هالاشياء الخرافات الغربية التي شاعت عندنا. فانا اوصل اصدقاء مهما تمكنوا اذهبوا. لتأسيس 3 أشياء، كل واحد منكم مجلة، مكتبة للبيع، تنظيم مسلمين هناك حتى نتمكن من النهوض للمسلمين. هذا آخر بحثنا. حديث صغير. جاء عربي من المسجد، قال يا رسول الله ما الإسلام؟ الرسول علمه الحقيقة الإسلام أول ما تقدم، لأنه كل خير فيه. الآن الإسلام اللي يطبق في العالم الإسلامي غير آخر، ناس تهافتوا على الإسلام، الآن ناس يفرون عن الإسلام، سببه تطبيق رسول الله، نفس تطبيق علي. يا إخوة كلكم سامعين في الحقيقة طالب الحديث، لكن كلكم سامعين علي بن أبي طالب مملكته من ليبيا إلى داغستان اللي في الاتحاد السوفيتي، وفي بعض الكتب 50 دولة تحت لواء علي، وعاصمته الكوفة 10 فراسخ، يعني أكبر من طهران، لأن الكوفة واصلة إلى النخيل قريب كربلاء. العراقيين يدرون النخيل وين صار من كربلاء، بوابة الكوفة نخيلة عاصمته 10 فراسخ أو أكثر، و4 ملايين فيها، ومع ذلك وحده يمشي. العدل اللي كان عنده، وحده يمشي، يدور في الأسواق، يقعد على الدكاكين، ينصح، يتكلم. والذي قتله أخيرا لشهوة قتله، مو لأنه عادل، شهوة مرأة. من قتل عليا؟ ابن ملجم. لماذا؟ لقطام نية حلوة رابها، ولهذا قتل عليا مهرا لها. ومو من أهل العراق أيضا، من أهل اليمن هذا الرجل. ولما أخذ الإمام أمير المؤمنين قال له بئس الإمام كنت لك، أكلت مالك، قتلت واحد من أقربائك، سجنتك، عذبتك، أهنتك، سبيتك. قال لا، كل ذلك ما كان. هل أنت تنقذ من في النار؟ أنا من أهل النار. رئيس دولة، أكبر دولة في العالم، لعدالته ما يخاف نصف اللي يطلع ويروح قرب المنارة، يا جل الله أكبر. هو مو غريب، هذا هو الإسلام، هذا هو. إحنا غرباء. أكو في الأحاديث لما يظهر الإمام المهدي يأتي بدين جديد، الناس يتعجبون. في مناسبة أنا في الكويت رأيت أمير الكويت السابق، مو هذا الأمير الحالي. قلت له إذا عدلت
الناس يلتفون حولك ولي ينتقمون منك. بالصراحة يقول واحد صديق كان وياي يعني. الآن صديق موجود في الكويت. ثم نقلت هنا القصة الآن أنقل لكم. قلت له فرد أمير إيراني رأى بعض المسلمين في الكوفة وقال أرني أميركم أمير المؤمنين خليفة المسلمين أرنيه. لا بأس. الأمير الإيراني شايف كسرى ودبدبة وكبكبة وما أدري كذا وكذا، يشوف شنو هذا الأمير الجديد للبلاد الإسلامية والمسلمين، لأن كسرى كان يحكم العراق يحكم كوفة كلكم تعلمون. قال لا بأس. فرد يوم هذا الأمير الإيراني كافر بعده وهذا المسلم يمرون بالشارع، هذا شافه فرد واحد فرد الشجرة لأنه وقت حار على الأرض، فرد واحد قاعد تحت الشجرة ومتكي على الشجرة على الأرض قاعد ومتكي على الشجرة. الأمير المسلم توجه إلى الأمير الإيراني قال هذا أمير المؤمن، هذا قاعد على الأرض تحت الشجرة، هذا اندهش حقيقة إحنا مندهش إذا رأينا هذا الشيء، اندهش قال هذا أمير المؤمنين، قال إيه هذا أمير المؤمنين، قاعد على الأرض في الشارع تحت الشجرة. كان الإمام تعبان، توجه إلى الإمام هو الأمير الإيراني وقال له باللغة الفارسية بطبيعة الحال، أنا أترجم إلى العربية وفي الكتب مذكور مترجم إلى العربية، قال عدلت فاطمأنت، عادل مطمئن خلص. الإسلام هكذا يا إخوة في الحقيقة، أنتوا طلبتكم لازم يطلعون الكتب يشوفون شو الإسلام أصلا، يطلعون القرآن قبل الكتب يشوفون شو الإسلام، يطالعون سيرة رسول الله وسيرة علي. أخير حديث، جاء عربيا إلى المسجد، يا رسول الله ما هو الإسلام؟ تدخلون في دين الله أفواجا، أكو هذا الشيء عندنا؟ لماذا دخلوا في دين الله أفواج؟ شافوا حرية، شافوا عدالة، شافوا عفو، شافوا صفح، شافوا إنسانية، شافوا أخلاق، شافوا الحاكم الأعلى للمسلمين عنده ثوب واحد وأسمال يعني عتيق، أسمال يعني عتيق. الإمام أمير المؤمنين في البصرة راكب على فرس، أهل البصرة التفوا حوله، قال والله يا أهل البصرة لو خرجت عنكم بغير أسمالي والرحلي يعني الذي على الفرس والراحلتي يعني الفرس إني لخائن، والله يا أهل البصرة لو خرجت عنكم بغير أسمالي ورحلي وراحلتي إني لخائن. شوف هذا الشيء تفتح على الإسلام. الرسول بنى حجرة ومات في تلك الحجرة، والحجرة مو مترين في مترين، مو مترين في مترين حجرة الرسول، ومات في نفس تلك الحجرة. شوف هذا من الإسلام تفتح على هذا الإسلام، أعيدوه شوفوا نفس كلمة من يجي يسلم لك، نفس البيت الأبلى يجي يسلم لك. جاء رسول الله في المسجد، رسول الله كلكم تعلمون حتى زولية ما كان في المسجد يقعد على الأرض، كل ذكروا أن الرسول ما فرج مسجده إلا أن توفي وهو رئيس 6 حكومات في الخريطة اليوم، حجاز، بحرين، اليمن الشمالي، اليمن الجنوبي، الكويت، بعض الخليج، 6 حكومات رسول الله سيطر عليها ومعرض ألف مسجد في الأرض. يا رسول الله شنو الإسلام؟ عرض عليه الإسلام، قلنا كلمة أخيرة مو مربوط بالمواضيع الثلاثة التي تقدمت، أسلم. ثم ماذا؟ يا رسول الله تعلم القرآن، اجعلني معلما أتعلم القرآن. الرسول قال لأحدهم علمه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فمن يعلمه، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. كل جماعة يا جماعة، والقتالين ويا قتالين، مصلين ويا مصلين،
صائمين وصائمين، خمارين وخمارين، زناعين وزناعين، مستعملين عادة سرية ومستعملين عادة سرية، أشتاتا ليروا أعمالهم، حتى يقول لهم هذا أعمالكم، يعني هناك يجيبون صورة والصوت أيضا، هذا عملك خلاص مصدق يجيبوك هالشكل. فعلى استمناء عادة سرية يجيبوك نفس الوضع ليروا أعمالهم، الذي عصى الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات يمكن أن يتوب إلى الله تعالى. يجب أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان تاب الله يتوب عليه. المعلم يعلم هذا العربي، ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يريد يعلم العربي قوم بطبيعة الحال، هذا ما موجود في الحديث، لكن بطبيعة الحال هذا الرجل تصور أن الأعرابي عنده أجلكم الله مرحاض شيء ها يعني أعرف، قال خلاص انتهى. وين انتهى؟ هذا فرد شيء صغير من القرآن، القرآن ضخيم وهذا أربع أسطر. قال الحقيقة كل السورة هم كانت زائدة، هل آيتين كافيتان؟ خلاص كل الإسلام تعلمته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أخير السورة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فشو نحب احنا؟ نحب نشوف الخير، يجب أن نعمل الخير. نحب أن نرى الشر، يجب أن نعمل الشر، مو في الآخرة، في الدنيا. في الدنيا يا أخوة دائما كونوا من الله على حذر، راجين ثوابه خائفين عقابه، لا تروحوا يم المعصية أبدا مهما كان، لأن معصية الله تأخذ. الله سميع بصير عليم دائما مشرف علينا. يأخذ الأحاديث واجب على الله أن الإنسان الذي يفعل الخير يشهره بين الناس أنه إنسان فعل خير، وأن الإنسان الذي يفعل الشر يشهره بين الناس. شو واضح كلكم تعلمون أيضا، فلان إنسان خير دين تقي صادق وفي، فلان إنسان خير إنسان صحيح. يقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. نسأل الله أن يمنحنا حكومة 1,000,000,000 مسلم، نسأل الله أن يوفقنا لتطبيق أحكام الإسلام، الأحكام المعروفة كالصلاة والصيام، والأحكام غير المعروفة كالحرية والانتخابات والشورى وما أشبه. نسأل الله أن يتقبل أعمالنا جميعا، نسأل الله أن يعجل فرج وليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ العراق من صدام وأفغانستان من الاتحاد السوفيتي وسائر البلاد الإسلامية من سائر المستعمرين كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وما أشبه. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.